ومن القاهرة معنا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي. دكتور مساء الخير، وبداية يعني في الوقت الذي تبذل فيه جهود حثيثة للتوسط لحل الأزمة، يواصل النظام القطري نهج تزييف الحقائق بدلا من سعيه للتعاطي بإيجابية مع المطالب المطروحة مستخدما إعلامه المضلل. ما تعليقك على ذلك؟ أعتقد أن المراوغة القطرية تصم في سياقها مع رفض كامل لكل ما يطرح عليه من قبل الدول الأربعة المقاطعة في تصميم من جانب المسؤولين القطريين على يعني تسويف التوصل إلى أي نقطة التقاء ما بين الدول المقاطعة وبينهم، طبعا في التفاف على الحقائق، في محاولة لممارسة خطة إشغال سياسي على مستوى دول الأربعة المقاطعة، محاولة للبحث عن بدائل مختلفة في عواصم أوروبية وفي الولايات المتحدة وغيرها، مع العلم أن الحل يكمن في الرياض وفي أبو ظبي والمنامة والقاهرة وليس في أي عاصمة أوروبية أو أخرى. أعتقد الاستقواء القطري بالأطراف الإقليمية له ما يبرره، ربما تشعيب عناصر الأزمة ومن جانب القطري ومحاولة تلوين الحقائق ومحاولة الالتفاف على الوقائع والأدلة والقرائن التي وجهت إلى قطر، وبدل من أن تنصاع طبعا لصوت العقل في هذا التوقيت ومحاولة الالتقاء على أرضية المصالح المشتركة، هناك طبعا مراوغة وهناك دوران في حلقة فراغ أكثر من 60 يوم كما تعلم، ونحن ندور مع الجانب القطري في هذا سواء حتى في الوكالات والمنظمات الدولية. تعلم هناك مناكسة في أكثر من منظمة، حصل هذا في منظمة الطيران الدولية ثم في الجات وغيرها من المنظمات، ثم شكوى مصر في مجلس الأمن على اعتبار أن مصر تستغل عضويتها في التعامل مع مجلس الأمن ورد مصر على هذا. طبعا التطور المهم الذي جرى خلال الساعات الأخيرة مهم، الأشقاء في الكويت يتحركون بتصميم على محاولة تفكيك عناصر الأزمة بين القاهرة وبين الشقيقة الكبرى السعودية. نعم. أعتقد في تحرك كبير، يعني نتمنى بطبيعة الحال أن ينصاع الأشقاء القطريين إلى صوت العقل بدل من تضييع الوقت في هذا، لأنه المتضرر الأول والأخير هو الشعب القطري بالأساس. نعم. هناك أدلة على اتهام قطر ونظامها التدخل في كثير من الأقاليم ليس في الشرق الأوسط أو محاولة هز استقرار الدول العربية، إنما أيضا في مناطق أخرى. نعم. في آسيا وفي جنوب الساحل. نعم. دكتور، الدولة مرست طبعا عمليات الدعم والتنظيم للتنظيمات الإرهابية بصورة كبيرة. نعم دكتور طارق، يعني إلى جانب الجهود المبذولة للتوسط، معالي وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في لقاء تلفزيوني أكد أن الدول الأربعة فتحت المجال أمام قطر للتحاور معها حول كيفية تنفيذ مطالبها 13، يعني هذا فتح باب لقطر لكي يعني تتعاطى مع هذه المطالب. باعتقادك هل ذلك يدعو قطر للتفكير في إعادة النظر في مسارها السياسي في المنطقة وفي الحوار بالذات؟ يعني حضرتك تعلم من الدعوة الكريمة التي أطلقها وزير الخارجية البحريني، دعوة كريمة استمرار لدعوة الدول الأربعة بطبيعة الحال لبدء حوار. نعم. وهي دعوة يجب أن تفهم في سياقها، لأنه الوزير معني بكل كلمة قالها في إطار تعاملنا مع القطريين على أننا هناك شعب يتضرر من هذه الإجراءات، وما زالت الأيدي الكريمة للدول الأربعة وقادتها ممتد بطبيعة الحال إلى الأشقاء في قطر، لكن المشكلة في تضييع الوقت والالتفاف على الحقائق. طبعا تعلم أنه ما تم الاتفاق عليه في المنامة مؤخرا هو جزء من استراتيجية الحركة للدول الأربعة المقاطعة لمحاولة إرغام قطر بطبيعة الحال على الاستجابة للمواقف المباشرة ومحاولة بدء حوار جاد والالتزام بالتعهدات المباشرة المطلوبة، لأنه طبعا تفكيك عناصر الأزمة ستتطلب بطبيعة الحال تعهدات مكتوبة ورؤية ومراقبة للأنشطة القطرية في كثير من المحافل، ليس في القطاع المصرفي والبنكي والمالي فقط، ولكن أيضا في التعاملات السياسية والدبلوماسية والتعامل مع المنظمات الدولية وغيره. نعم. فأعتقد كل هذه الأمور مطالبة بها
القطريون أن يستجيبوا، وهو ما تحاول طبعا دولة الكويت يعني القيام بها، لكن أعتقد أنه الاستمرار في هذا النهج والعناد السياسي من قبل قطر سيكلفها الكثير، سيكلفها كثير من التحديات الفترة المقبلة، لأن الاستقواء بالجانب الأمريكي تحديدا أو بأطراف إقليمية أخرى لن يجدي القطريين في هذا، بالعكس سيتضرر الجانب القطري، والقضية قضية وقت وسلم التنازلات قادم لا محالة، سواء على مستوى التنازلات السياسية أو التنازلات الاستراتيجية. القضية زي ما قلت لحضرتك قضية وقت، وهناك فرص كبيرة تطرحها الدول الأربعة بما فيها الدعوة الكريمة الأخيرة من وزير الخارجية البحريني، طبعا يجب أن تفهم في سياقها، وعلى الجانب القطري طبعا أن يبدأ هذه الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.